تحية صباحية لكم مشاهدينا أينما كنتم تتابعوننا. حلقة جديدة من صباح النور تجمعنا خلال الشهر الفضيل، نقدمها أنا وزميلي محمد. وصباح النور لك. صباح النور هبة، كيفك اليوم؟ بخير الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ تمام، صباح رمضاني مميز اليوم. مميز طبعا. أهلا بكم مشاهدينا، اليوم الخميس السابع من مايو أيار، نبدأ في حلقة جديدة من صباح النور، وفيها لليوم الفن والكوميديا والثلاجة خلال الحجر المنزلي. صحيح محمد، والمزيد عن فيروس كورونا، هل ينتقل عبر الرضاعة الطبيعية وما هي إجراءات السلامة للأم والطفل؟ سيكون أيضا ضمن فقراتنا في صباح النور. نعم هبة، وإلى العراق، سرير الحياة، ابتكار طبي خاص لعزل مرضى كوفيد-19. وأنغام العود ترافقنا مع العازف يزن جومر، وصباح النور لك يا يزن. صباحك هبة، صباح الخير محمد، لكم ولكل المشاهدين الكرام. جولة من الطرب الخالص اليوم في المغرب العربي وتحديدا تونس، نعزف من ألحان الهادي الجويني وصابر الرباعي، ومسك الختام مع جارية حمودة. نعم. وأنا فعلا جار اليوم، أنا جار يزن حرفيا اليوم. صحيح. مشاهير وفنانون حول العالم تعافوا من فيروس كورونا هبة. نعم، وما هو البلد العربي الذي سنزوره مع أطباق الشيف بلقيس؟ وصباح النور شيف. صباح النور هبة، صباح النور محمد، صباح النور مشاهدينا. مطبخنا لليوم هو المطبخ المصري، وافطارنا لليوم رح يكون الكبدة الاسكندراني، رز باللبن وشراب المانجو. تابعونا. يعني شكرا شيف، مطبخ شهي شكله. نعم. والبداية من القدس، مع انتشار أزمة وباء كورونا شاهدنا أناس من حول العالم يعزفون الموسيقى من نوافذ بيوتهم في القدس، ومنذ عدة سنين تقام المبادرات الموسيقية لتخفيف وطأة الأزمات السياسية. صحيح محمد، كنعان الغول الموسيقي المقدسي هو المبادر وصاحب الفكرة المستمرة حتى يومنا هذا في القدس. دعونا نتابع هذا التقرير من القدس المحتلة. كنعان الغول من القدس، وقت قدوم بالتحديد راس العمود، عمر 28 سنة، يعني إلي 20 سنة تقريبا بعزف عود. قضيت 10 سنين منهم بتعلم، والباقي عمالي بعمل موسيقتي الخاصة وبنتج موسيقى. اللي ساعدني انه احنا كمان ثلاث اخوة موسيقيين، اخوي محمد واخوي معن، وفي كمان اخت الي اسمها كرمل. اول تجارب عزف الشارع لإلي كانت جدا عفوية. نزلت على الشارع اول مرة بشارع الزهرة، حطيت العدة تاعتي، قررت انه اعزف للناس بشكل طبيعي، اتحدى هذا الخوف اللي كان بيني وبين الجمهور، واحاول اعرض المقطوعات الخاصة اللي كانت لإلي للناس. بدي أشوف ممكن يرموني ببندورة، ممكن يحبوها، ما كنت أعرف أنا شو ممكن يصير معي. وصفى عندي زي إدمان لهذا الشعور اللي هو الإدرينالين اللي كان ينشر في جسمي لما أنزل على الشارع. كنا قاعدين بالبيت، جيراننا كانوا مبسوطين ويغنوا على السطوح، حملنا السماعات وطلعنا وعزفنا معهم من السطوح تاعنا بشكل عفوي، بشكل تشاركي مع الناس. وجيراننا اللي احنا عايشين معهم لنا تقريبا 28 سنه، بس مش قادرين نحفل معهم ولا نرقص معهم، فاحتفلنا معهم بطريقتنا الخاصه. انا ما كنتش كثير معروف بالحاره كعازف موسيقي، بس بعد هاي العزف اللي عملته والمشاركه اللي عملتها مع الجيران، وكيف توضح انه صفت كل الحاره عنا فاهمه انه هاي العماره عماره موسيقيين، عماره فنانين. صفى في ثقافة موسيقية عنا بالحارة بواد قدوم، وإن شاء الله هذه الثقافة تتوسع على القدس وتتوسع على كل العالم العربي، وتصف الموسيقى في كل بيت. يعني جميل هذا التقرير كثيرا، والأجمل أنه يعني عم بيوزع الثقافة الموسيقية بالمناطق الفلسطينية، وخاصة داخل الخط الأخضر، وخاصة في القدس المحتلة. أكيد، يعني بالكاد أصلا يخرج
أمر فني أو ثقافي من القدس صحيح. لا يكون بهذا الجمال والإبداع صحيح. يعني تحية أكيد لي. وعلى الرغم من هذه الجمالية إلا أنه كمان بواجه كنعان الغول في يعني إحدى مقابلاته السابقة تحدث عن مواجهته عن جهية الاحتلال الإسرائيلي ضده ومنعه من الغناء في شوارع القدس ويعني عدم قبول هذه الرسالة رسالة السلام التي ينشرها كنعان. المعاناة يعني تخرج أصلا تخرج الإبداع وهذا وكنعان هو دليل على هذا. صحيح. على أمل أن يعم الأمن والأمان والسلام في كل وطننا العربي وفي كل العالم أيضا. وأخبرني عندي سؤال لك، كيف يكون مزاجك عند الاستيقاظ صباحا؟ هذا كنا نتحدث عنه قبل الهواء. أنا أعاني من أرق النوم كثيرا مما يأخذني إلى مزاج سيء نوعا ما. نعم. عند الاستيقاظ كنا نعم. قد تحدثنا عن شيء طلعت عليه أنت امبارح مرتبط نوعا ما بالاستيقاظ بمزاج جيد. صحيح، طلعنا عليه سويا. صحيح. ولذلك سنتحدث لمشاهدينا عن نصائح تساعد على التخلص من المزاج السيء في الصباح، وهذه النصائح أوردها موقع الدكتور المتخصص بالأمور الطبية والشؤون الطبية. تحدث عن 4 نصائح لمواجهة المزاج المتعكر صباحا. أولها هو الاهتمام بوجبة الفطور. هل تهتم بوجبة الفطور؟ كثير. من ناحية الطعام عندي اهتمام جيد. أنا مثلك أيضا. طعام خط أحمر. نعم. أيضا نوعية الطعام والنوع والنوم الجيد يعني مهمين جدا لكي تستيقظ بصحة وعافية وبمزاج حسن. نسمع كثيرا عن أهمية النوم لست ساعات إلى 8 ساعات كاملة. نعم. وهي نسبة النوم الممتازة لجسم الإنسان. تحدث المقال أيضا عن المغنيسيوم وأهمية نعم. المغنيسيوم الذي يمكن إيجاده في كافة الصيدليات. صحيح. وهو مكمل غذائي وليس بدواء، وهو صحيح. مهم جدا لمعالجة عضلات الجسد بالإضافة إلى ترميم العظام خاصة بعد يوم مرهق وكهل. صحيح. وحتى يمكن الحصول عليه للمغنيسيوم من الأكل الطعام. يعني من الوجبات الغذائية والتنوع الغذائي. صحيح. نعم. صحيح. النصيحة الأخيرة التي قدمها المقال هي العناية بالكبد. نعم. يعني الكبد يكاد يكون هذا العضو الذي لا نسمع عنه كثيرا لكنه صحيح. يعتبر من أهم أعضاء جسم الإنسان. صحيح. لما له دور من تنقية الدم وغيره وغيره. تنقية الدم من كل السموم. يعني صح صح فعلا صح. له دور مهم جدا، ولذلك يجب العناية بصحة الكبد. وربما أهم عنصر يعني يساعدنا على العناية بصحة الكبد هو الفيتامين سي. صحيح صحيح صحيح. صحيح. أكثر من الفيتامينات خاصة الفيتامين سي. يعني هذه النصائح مجتمعة تقدم لنا نوع من الاستيقاظ المسالم صباحا. نعم. أملا بأن يكون هذا الاستيقاظ ليس فقط في الحديث عنه إنما نستطيع تطبيقه في الحياة اليومية خاصة في وسط مشاغل الحياة الكثيرة. نعم. والتوتر الحاصل في هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا. نذكر أكيد هبة. نعم. المشاهدين في فترة الحجر المنزلي شاركونا الفيديوهات التي تصورونها في الحجر المنزلي وكيف تمضون أوقاتكم وكيف تبدعون عبر رقم الواتساب الذي يظهر أسفل الشاشة. أما الآن فآخر الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية تطلعنا عليها زميلة ليال بشارة في فقرة مع الخبر. شكرا محمد. مشاهدينا صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وافق مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى القاضمي دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم. وصوت المجلس لصالح تأييد المنهاج الحكومي كابينة القاضمي الذي أدى مع أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس. وذكرت مصادر إعلامية عراقية أنه تم التصويت على 15 وزيرا من أصل 22، ولم يحظى 5 مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشحو وزارة التجارة والزراعة والثقافة والهجرة والمهجرين والعدل، فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشح حي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين. وشهدت جلسة منح الثقة مقاطعة كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمنضوية في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري.
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 3,800,000 شخص. هذا وحضت منظمة الصحة العالمية على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة بدل السعي إلى إيجاد مصادر تمويل كما يحصل حاليا في مواجهة الوباء الحالي. من جهة أخرى توقعت المفوضية الأوروبية حدوث ركود تاريخي غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي هذا العام بعد تفشي وباء كورونا على نطاق واسع مخلفا آثارا عميقة على الاقتصاد. في تركيا قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن بلاده دخلت مرحلة جديدة في معركتها مع الفيروس تهدف خلالها إلى القضاء على المرض واستئناف العمل ووضع خطوط إرشادية جديدة للسلوك الاجتماعي لمنع أي انتشار جديد. أمريكيا سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 2,000 شخص جراء الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة وبذلك تخطت حصيلة الوفيات الإجمالية 73,000 بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز مما يجعلها البلد الأكثر تضررا من الوباء في العالم. من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أسوأ من الهجوم المفاجئ الذي شنته اليابان عام 41 على قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزر هاواي، معلنا من جهة ثانية عدوله عن إلغاء خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة الوباء. في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء إن الصين كان بوسعها إنقاذ حياة مئات الآلاف من الناس في أرجاء العالم لو كانت أكثر شفافية بشأن فيروس كورونا المستجد. مشاهدينا للاطلاع أكثر على تفاصيل التوتر الأمريكي الصيني وعلى تطورات كورونا في الصين ينضم إلينا مراسلنا من العاصمة الصينية بكين جاد رعد. جاد صباح الخير بداية وأهلا بكم في تلفزيون العربي. إذن آخر تصريح لوزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة بحوزتها أدلة لا تصل إلى حد اليقين أن الوباء خرج من الصين، هل من ردود فعل صبيحة هذا اليوم بالعاصمة الصينية؟ نعم بالتأكيد، فيعني أقله منذ الأول من أيار مايو الحالي انقلبت الآية، وبالتالي منذ الأول من أيار مايو الحالي أصبح كل التصريحات الأمريكية هي مجرد التصدي لتصريحات تأتي من الصين أولا، وبالتالي ما تحدث به البيت الأبيض في الساعات الماضية كانت قد مهدت له وسبقتهم إليه المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية التي تحدثت يوم أمس في المؤتمر الصحفي اليومي وقالت أولا أن سياسة حديث عن عقوبات ورسوم شمولية إضافية أثبتت في العام الماضي أنها مؤذية للطرفين معا. أما في الحديث عن كوفيد 19 هي قالت أن هناك مجموعة من التواريخ والأرقام تسدها، وهي تتحدى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى قادرة على التشكيك بها. أولا أن السياسة الأمريكية أول تاريخ يتعلق بالسابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهو الموعد الذي وصلت فيه الحال إلى إعلان الطوارئ في الصين. نعم. أما إعلان ووهان العاجل فهو حصل في 31 من ديسمبر. جاد يعني تلاه بعد هذا بأيام. نعم. يناير يوم أبلغت الصين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وبلدان ومنظمات أخرى بحال الفيروس المنتشر. نعم. هذا في 3 يناير، وبعدها بعشرين يوما أي في 23 من نعم. يناير كان قد تسجل خارج الصين. نعم. يعني هذا هو الموقف الصيني، الرد الصيني منذ بدء الاتهامات الأمريكية بعد وصول الوباء إلى الأراضي الأمريكية وتهديد الرئيس الأمريكي خاصة بحملته الانتخابية للرئاسيات المقبلة. من أي إطار تتعامل الصين مع الاتهامات الأمريكية بأن أصل هذا الوباء خرج لعدم وجود إرشادات آمنة وشفافية بكيفية التعامل مع هذا الوباء
عندما كان محصورا على الأراضي الصينية بمنطقة ووهان تحديدا بؤرة هذا الوباء؟ أولا الصين مع تدريجيا أثبتت وبدأت تظهر البراهين لكل العالم أولا أن الحالة رقم صفر لم تكن في ووهان، وأن انتشار فيروس كوفيد 19 على الأرجح كان موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا منذ نوفمبر 2019، وبالتالي أشهر قبل الحالات المعروفة في ووهان. وإثباتا على ذلك مثلا التلفزيون الرسمي الصيني التلفزيون المركزي CCTV كان يقوم منذ ساعتين تقريبا بمقابلة على الهواء مباشرة مع عمدة بيلفيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيلفيل هي تتبع لمقاطعة نيوجيرسي، والعمدة هذا اسمه مايكل ملهم. هو كان يقول أنه شخصيا أصيب بفيروس غامض في نوفمبر 2019، وهو ذهب إلى الطبيب وعولج، وأن كل العوارض وكل ما تحدث عنه الطبيب عن حالته يتطابق 100% مع ما حصل لاحقا في حالة كوفيد 19 من توصيف وخرائط جينية. وبالتالي يعني التلفزيون الرسمي الصيني هو يقول هذا نموذج عن إصابات سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2019. لنرى ما إذا كانت الشرطة الأمريكية ستحقق في ذلك، أو الاحتمال الآخر الذي لم يقولوه بشكل علني ولكنه حصل بفعل التفاعل على التواصل الاجتماعي، وهو الحادثة التي تعلمون بها، يعني وجد أحد الدكاترة الأكاديميين الصينيين مقتولا في منزله في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا مقتولا بالرصاص، وهو كان يقوم بأبحاث تتعلق بهذا الموضوع. نعم، وبالتالي الإعلام المركزي الصيني الإعلام الرسمي الصيني. نعم إجاد، أسف على مقاطعتكم مرة جديدة. نتحول، يعني أنتم متواجدون ببكين كما تظهر الصورة إذا من خلفكم، المحال التجارية فتحت أبوابها، الطلاب عادوا إلى الدراسة بمنطقة ووهان بعد 4 أشهر. خبرنا عن أحوال الصين أكثر. جاد، أنت متواجد بالعاصمة الصينية بكين، ماذا عن الوضع الاقتصادي، خاصة أن حرب التصريحات هي بين أول اقتصادين عالميين بين الولايات المتحدة والصين تحديدا حول وباء كورونا ومنشأ هذا الوباء تحديدا؟ نعم، اقتصاديا الموضوع المرشح ليكون الأبرز على ساحة المنافسة هو ما يشكل كابوس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو قرار الحكومة الصينية بإلغاء العملة الورقية نهائيا والانتقال إلى العملة الرقمية فقط. وبالتالي الحكومة الصينية سوف تضع القوانين لذلك بعد أسابيع من اليوم خلال الجلسات العامة لمجلس الأمة الصيني الذي سيبدأ جلساتها في 21 من الشهر الجاري. هذا هذا الكابوس الأسوأ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أما بخصوص عودة الأوضاع الحركة الاقتصادية وعودتها إلى مجراها الطبيعي، فعندما قمت صباح اليوم بجمع الإحصاءات الأخيرة من مواقع المقاطعات الرسمية الصينية وأعرضها لكم، مثلا المقاطعات الصينية جميعها في الربع الأول من العام الجاري حققت تراجع عن الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة تراوح بين 5% و14%. نعم جاد، شكرا جزيلا لكم على هذه، إذا على هذه الصورة حول آخر تطورات الوضع بالعاصمة الصينية بكين. شكرا جزيلا لكم وأسف على المقاطعة لضيق الوقت. جاد رعد مراسلنا إذا في العاصمة الصينية بكين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. في أنبائنا الأخرى، أشار تقرير سري للأمم المتحدة إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1200 عنصر في ليبيا لتعزيز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا. وقال مراقبو العقوبات إنه على الرغم من أنهم لا يستطيعون التحقق بشكل مستقل من حجم انتشار عناصر فاغنر في ليبيا، إلا أنه بناء على ما هو متاح من مصادر ومشاهدات محدودة يشير إلى أن أقصى عدد للأفراد العسكريين غير النظاميين المنتشرين لا يزيد عن 1200.
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى بنيامين نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة، مما يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة. وقالت المحكمة في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بني جانز لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد. مشاهدينا، ختام الموجز، الآن إلى جولة الصحف. ونبدأ الجولة من صحيفة القدس العربي. هي كتبت عن موقف أمريكي يضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية حول عملية السلام، بعد أن حض السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على تسريع الإعلان عن ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. في العراق، صحيفة المدى زفت لقرائها نبأ حصول حكومة مصطفى القاذمي على ثقة البرلمان بعد جهد جهيد وبطريقة مجزأة على غرار الحكومات السابقة التي تعاقبت على حكم العراق منذ عام 2003. عربيا دائما، في لبنان، صحيفة النهار توقفت عند لقاء بعبدة يوم أمس لإنضاج لحمة وطنية داعمة للخطة الاقتصادية. هذا اللقاء قاطعته معظم قيادات الصف الأول من المعارضة، ولمع زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحضوره الذي رأت فيه الصحيفة حسابات مارونية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة. في الكويت، صحيفة القبس عنونت عن تحذير نواب في مجلس الأمة الكويتي من المساس برواتب موظفي القطاع الخاص في زمن الكوارث، كما ينص عليه مشروع قانون حولته الحكومة إلى النواب لدراسته والتصويت عليه. في الأردن، صحيفة الدستور نقلت تهنئة الملك الأردني الملك عبد الله الثاني للفريق العامل في مواجهة وباء كورونا، ودعوته إلى تجنب أي خطأ بعد أن فتح الأردن يوم أمس معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد. في دول المغرب العربي، في تونس تحديدا، صحيفة الشروق توقفت عند بوادر حرب بين بكين وواشنطن ضعفها وباء كورونا بعد الخلافات الاقتصادية بين أول اقتصادين عالميين. ختاما، مع صحيفة العربي الجديد، كتبت في عنوانها الرئيسي عن رعاية أمريكية لضم الضفة نسبة إلى تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل إذن الذي حض تل أبيب على القيام بذلك. صورة الغلاف هي عن كورونا والسينما، حيث تنازع نسبة إلى إقفال دور السينما في زمن كورونا دون وجود أي خطة أو جدول زمني لإعادة العمال بها في القريب العاجل. كاريكاتير الصحيفة مشاهدينا يعكس انحطاط البرمجة التلفزيونية لقناة بي سي، خاصة مع برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقوم بتركيب المقالب لضيوفه. ولم تتوقف القناة عند هذا الحد، بل عمدت إلى عرض مسلسلات تحبث التطبيع مع الاحتلال، والإمضاء للفنان عماد حشاش. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الجولة الأولى من الفقرة السياسية. اللقاء الثاني بعد الساعة من الآن، كونوا على الموعد. صباح النور مجددا مشاهدينا. تختلف أساليب التسلية في الحجر المنزلي، منا من احترف الرسم والغناء والتلحين، لكن الحجر المنزلي جعلنا أقرب من ثلاجات طعامنا أكثر وقت مضى. ضيفتنا تجمعها قصة مميزة بثلاجتها، أصبحت صديقتها وبابها إلى الشهرة. للحديث أكثر عن الموضوع نستضيف معنا من العاصمة الألمانية برلين الممثلة الفلسطينية مريم أبو خالد. صباح النور مريم. صباح الخير مريم. أولا طمنينا عنك بألمانيا، يعني نحن نعرف أن ألمانيا بحمد الله معدلات الشفاء فيها عالية جدا، كيف أحوالك وأحوال الناس في ألمانيا اليوم؟
الحمد لله أحسن يعني بكتير. إسا منطلع ونلتقي مع ناس، بس مش يعني لازم نكون حذرين كمان، نحط الماسك كل الوقت، مش منروحش على الشغل، بس استل أحسن من أول. يعني نتمنى لك أكيد السلامة الدائمة ولكل الناس في ألمانيا. مريم، الملل في الحجر المنزلي يعني هو ولد الفكرة لديك، هذه الفكرة الغريبة. السؤال الأهم، لماذا تحادث مريم الثلاجة اليوم؟ شوف، وصلنا لمرحلة إنه ما نقدرش نطلع على شغلنا. أنا ممثلة ولازم أعمل إشي، لازم، لأنه إذا ما عملتش بنجن، يعني خلاص مخي تبرمج على تمثيل وعلى يعني شغل. فيوم من الأيام بس صحيت هيك وحكيت كيف ممكن أعمل ستيج هيك هون عندي في البيت. وصح كان كتير إنه صعب، إنه فيش عندي جمهور وفيش عندي بارتنر اللي أشتغل معاه، فيش شريك معاي على الستيج. أنا بالعادة بحكي مع حالي، يعني أمي هيك بتضل تحكي مع حالها، مش جنون، هاد بيحكوله زكا كمان مرات. فأجتني الفكرة هيك، حكيت بلكي بحط التلفون بقلب الثلاجة، لأنه بحس دائما بتحكي معاي، بما أني بفتحها كل يوم تقريبا أكثر من 15,000 مرة، لأنه فيش إشي نعمله غير نوكل نشرب وننام. وحكيت أوكي بلكي بجرب هيك، بس أحطه لأصحابي على الإنستغرام، وحطيته. بس فجأة بشوف إنه في عندي جمهور في كل أنحاء الوطن العربي، اللي من بعيد بضحك وبزقف له، أنا بحكي لا لا لا، مستحيل يكون هاي الإشي صار، أنا بس حطيته لأصحابي، يعني الإشي مش مستوى إنه يروح يعني ينشهر. طيب مريم، دعينا نعرف أكثر عن هذا الفيديو، نشاهده سويا، يعني نشاهد هذا الفيديو ونعود إليك. يا صباح زين، استني شوي، استني خلاص. شوف جبت لك وردة، وردة وردة حلوة كتير، شميها. طب شميها انت زي النور هيك ليش؟ اسمعيني، اللي صار مبارح خارج عن سيطرتي وسيطرتك، وانا بحكي لك متأسفة جدا جدا، استني، متأسفة وعندي وعودات، راح اعمل رياضة وراح ابطل اكل من عندك. استني شوي، ليش انت بتسمعيش؟ ليش بتستنيش للاخر؟ طلع يا هالمفاجأة، انت كلكم زي بعض هيك، كيف؟ شو رأيك؟ ذهب يا بنت الحلال، بقولك ذهب، بقرة، انت بقرة يعني. مريم، اول شيء الفيديو مضحك جدا، ويمكن هلا بنفهم اكثر لماذا وصل الى هذا العدد وتفاجأتي به، ولكن انا بدي اعرف رايك، ليش برايك هالقد الناس تفاعلت مع هذا المقطع المصور؟ بصراحه يعني تسالني سؤال كثير صعب، بعرفش، بس اذا بفكر فيها بحكي يمكن الناس زهقانين شوي، انه قاعدين وبدهم شيء يضحك، يعني يبسطهم يضحكهم وهيك. اصلا مستغرب ليش بحطوه بالاخبار، عن جد انت بتسالني. بس الناس يمكن بدها تتسلى، ليش لا؟ وبعرفش ليش راح كثير هيك. مريم، انت لربما يبدو ان تمثيلك مرتبط بالكوميديا، اذا كنت مرتبطه بالكوميديا، هل برايك الكوميديا اليوم هي سبيل الى الهرب لربما من واقع الحجر المنزلي الذي يمكن ان يصبح مملا الى حد ما؟ انه ليش لا؟ اكيد، يعني اول شيء انا مش ممثل كوميدي، انا بمثل اكثر من شيء يعني كمان، بس ليش لا؟ يعني اذا بنحط شيء بحزن، ما احنا قاعدين بالبيت ومكتئبين يا زلمه، بكفي كورونا، وممنوع نطلع وممنوع نيجي، يعني ليش ما نضحك شوي؟ واكيد هو سبب اللي بخليك يعني تروح على جهه الكوميديا شوي عشان تضحك وتطلع من الشيء اللي انت فيه. بالتفاعل مع الفيديو، صحيح، التفاعل مع الفيديو كان إيجابي بشكل عام، أم أنك لقيت بعض الانتقادات لربما، أم أن التفاعل كان إيجابي؟ لا لا لا، مش راح أضحك عليك وأحكي لك أنه كله إيجابي والناس ضحكت وزقفت لي، لا، في ناس اللي حكت أنه شو هالهبل هذا، أنه كيف الناس، كيف في حدا بنشهر عشان بس بطلع بتهبل. وأجتني تعليقات تانية، بغض النظر في تنمر كثير على الموضوع، وفي اشياء كثير حلوه، فانا قررت اني اروح على التعليقات الحلوه من الناس الحلوين، والناس الثانيين بعرفش ايش المشكله، يعني ما تحضرش، يعني بسيط الاشي، وبس بفهم يعني ليش واحد ينشهر عشان بس بفتح ثلاجه وبحكي مع الثلاجه، ليش؟ لانه انا كمريم كان الاشي كثير طبيعي، يعني انه انا بحكي معك بشكل طبيعي، يعني هذا الحوار بيننا وبين حالنا كل يوم، فليش ما نشاركه مع بعض؟ ليش مستحيين منه؟
ليش دائما نضل سياسي ولازم دائما نضل إشي كتير جدي؟ يعني مرات اطلع من حالك وكون انت. صحيح مريم، هذا يقودنا للسؤال الأخير. أول، هل في مشروع فيديوهات أخرى مع الثلاجة؟ هل سنرى لربما سلسلة مريم والثلاجة؟ وإذا كانت المشاريع المستقبلية ما بعد كورونا، شو عم تحضري مستقبلا لربما مسيرتك التمثيلية؟ شوف، أنا لما رجعت رجعت من 3 أيام، رجعت على المسرح اللي بشتغل فيه ورجعنا نشتغل، فإنه مش كتير معي وقت أعمل مع أشياء مع الثلاجة، بس في كتير جمهور بحب الثلاجة. رح أعمل، رح شوي شوي أزرق من هون ومن هون على الثلاجة. والشغل تبعي إنه مريم خلص حطينا الثلاجة على جنب، بس نرجع على الشغل الحقيقي. وبلشنا بمسرحية اسمها شفاتس بلوك، تحكي عن مجموعات ناس بتتظاهر ضد النازية وضد الحكومة. مريم، النقطة أخيرة وبسرعة، يعني هل قد أثر اليوم واقع كورونا على خط على فن التمثيل بشكل عام في ألمانيا؟ يعني هل قد عم تتعبوا بقصة إنه تلاقوا فرص التدريب، فرص لممارسة هواية التمثيل خاصة في المسارح؟ من أول هو بس مش بس المسارح، كل إشي سكر حوالينا، وال يعني الحكومة ضلت تدفع رواتب، لأنه المسرح اللي أنا بشتغل فيه هو مسرح حكومي، فما تأثر الموضوع الراتب بالنسبة لإلي وبالنسبة لكل الفنانين هنا في ألمانيا. يعني شوي إحنا محظوظين من هاي الناحية، وصار كتير يعني إنه صار انضغطوا المسارح إنه لازم إحنا نعمل إشي عشان يكون في تفاعل مع الناس، وتفاعل يعني الناس لازم إحنا نساعدهم، إحنا فنانين، إحنا ممثلين، ولازم نقدم لهم إشي. وصار في ضغط من المسرح اللي أنا بشتغل فيه إنه لازم نعمل إشي، لازم نعمل إشي. ولأ، أنت لازم طلعتش من هذا المكان، طلعت من أنا إنه بدي أعمل إشي لأصحابي، فراحت لأكثر من بني آدم. بس كتير مضغوطين إنه لازم ننتج، وهذا الإشي الغلط، إنه في كورونا على كل الناس بنقعد بالبيت وبنفكر شو صار آخر أكم من سنة، وإذا بدنا نكمل كيف ما بلشنا قبل. مريم، أنا بدي أتشكرك هذه الروح، الله يخليكي بهذه الروح الحلوة لربما اللي بنحتاجها كثير بهذا الزمن. شكرا كثير. الممثلة الفلسطينية مريم أبو خالد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين. محطة فنية موسيقية مع عازف العود يزن جومر، يليها فاصل ونعود بعده مع موضوع الرضاعة الطبيعية وفيروس كورونا. ابقوا معنا. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. المتابعة الطبية الدورية أمر أساسي للمرأة الحامل وتطرح العديد من الأسئلة خلال انتشار فيروس كورونا عن الطفل وصحته والرضاعة الطبيعية ومعايير السلامة للمولود الجديد. الحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من عمان دكتورة فاتن تميم الاختصاصية في الرضاعة الطبيعية. صباح النور دكتورة فاتن. صباح الورد حبيبتي. يعني السؤال الجدلي لا يزال قائم، هل ينتقل فيروس كورونا من الأم المرضع إلى جنينها إلى طفلها؟ نعم، هلا الدراسات بينت لحد هلا اللي قدروا يوصلوا له إنه الحمد لله إنه الفيروس ما بنتقل عبر المشيمة للطفل أو للجنين هو بطن أمه، وكمان بالإضافة لأنه كمان ما بيتم انتقاله مباشرة عبر حليب الأم، فالأم المرضعة ما بتنقل من خلال الحليب الفيروس للطفل، لكن ممكن انتقاله بطريقة التنفس أو الملامسة، عشان هيك صار في احتياطات سلامة معينة على الأم اتباعها لمنع أو تجنب نقل العدوى للطفل. ربما لهذه الأسباب أصبح هناك توصيات جديدة للأم بالابتعاد مؤقتا عن طفلها، وربما يعني أخذ الحليب يعني حتى لو كان حليب طبيعي وليس الرضاعة الطبيعية المباشرة. نعم. هلا احيانا بتكون الام في حاله شوي صعبه، بتعثر معها تواجد الطفل معها، يمكن يكون صعب عليها انها ترضعه، واحيانا في بعض البلدان او بعض المستشفيات بتتبع سياسه فصل الطفل عن امه، وبهذه الطريقه الام ممكن تقدر تضخ الحليب وتوفره للطفل من خلال حدا ثاني، يعني هي بتضخه عم تعطيهم اياه بالقنينه مثلا او باي طريقه بتشوفها او بشوفها الاهل مناسبه، وبتم حد ثاني من افراد العائله انه يعطي هذا الحليب للطفل. نعم. طيب دكتوره، ماذا عن الام التي شفيت من فيروس كورونا؟ هل يمكنها ان ترضع طفلها بامان؟ طبعا اكيد، حتى الام اللي بتكون شفيت من الكورونا بتكون اوريدي جسمها عم يعمل اجسام مضاده، يعني هي قاومت المرض وكونت اجسام مضاده كافيه جدا انه هي تشفى، وبالتالي هي عم تعطي هاي الاجسام المضاده لطفلها من خلال الحليب. نعم. فبالعكس الام اللي شفيت من المرض هي اكثر اهميه انه ترضع حتى تعطي الحمايه لطفلها وتحميه من الاصابه بالفيروس. نعم، دكتوره ما هي نصيحتك بالنسبه للامهات التي يشعرن بعوارض، ربما عوارض شبيهه بكورونا او عوارض الكورونا؟ تعرفي أنه الموضوع متداخل عند الكثيرين من ناحية الإنفلونزا ومن ناحية الكورونا، إذا شعرت الأم بهذه العوارض ماذا عليها أن تفعل؟ هلأ احتياطاً يعني إذا كانت الأم خايفة أنه تكون مصابة بس لسه بعده مش أكيد، ممكن هي تتبع إجراءات السلامة بأنه تغسل إيديها قبل ما تلامس الطفل، تلبس الكمامة حتى تقدر تحميه وتمنع انتقال الفيروس منها عبر الجهاز التنفسي او عبر الملامسه لطفلها، فهي نعم. احتياطات وقائيه، لكن لازم تستمر بارضاع طفلها عشان نضمن انه عم بتوفر له مش بس غذاء مثالي، كمان عم تعطيه الحمايه اللازمه حتى هو كمان ما ينصاب بالعدوى. نعم. دكتوره، في دراسه اجرتها جامعه كاليفورنيا اظهرت انه الفيروس غير موجود في الحليب الطبيعي، ولكن لا نتائج حاسمه حتى الان عن هذا الموضوع، و يعني كمان انه مثل ما انت تحدثتي الان انه ممكن انتقاله عن طريق اللمس او عن طريق رذاذ التنفس. ما اهميه تطبيق معايير الوقايه للام المصابه خلال ارضاعه كارتداء الكمامات، كغسل الايدي كما تحدثتي الان؟ نعم، اتباع معايير الوقاية كثير مهمة لمنع العدوى للطفل، لأنه في حالات تم إصابة الأطفال بالعدوى بمجرد خلينا نحكي بسبب تواجدهم مع أمهاتهم، كان انتقال العدوى مش بسبب انتقال الفيروس عبر الحليب أو من بروسس الرضاعة نفسها، وإنما كان بسبب عدم اتباع إجراءات السلامة. فارتداء الكمامة كثير مهم، لأنه أهم مصدر لنقل العدوى هو الرذاذ والتنفس، فإذا كان مش الأم ما عم تستعمل الكمامة هيك يعني عم تتسبب حتما بانتقال العدوى منها لطفلها. هلا الحليب صح عم تعطيه وقاية وعم تعطيه أجسام مضادة، وهذا الحكي كثير مهم لمصلحة الطفل حتى ما يكون سهل جدا إنه ينعدي، بس لا يعني بالضرورة إذا أنا عم بعطيه الحماية لكن برضه عم بعرضه لمصادر العدوى كمان أنا عم بعرضه للخطورة، لهيك كثير مهم اتباع إجراءات السلامة أهمها ارتداء الكمامة
وغسل الإيدين قبل وبعد ملابسة الطفل. حتى الأمهات اللي بضخوا الحليب كمان لازم يعملوا تنظيف باستخدام مطهرات مضادة للفيروسات للأدوات اللي بيستعملوها بضخ الحليب. نعم. فكثير مهم اتباع إجراءات السلامة. نعم. يعني المفروض ما نتهاون فيها أبدا. نعم دكتورة، منذ بداية حديثك لم يعني تأتي على موضوع الحليب المعلب أبدا، وكأنه يعني ليس من ضمن الأولويات. خاصة يعني أنا عم بسأل على هذا السؤال لأنه الكثير من الأمهات ربما ما بيكونوا عندهم ثقة بإجراءات الوقاية يعني اللي هن ممكن أنه يتبعوها، بضل عندهم مخاوف كتير كبيرة. ما هي نصيحتك فيما يتعلق بالحليب المعلب؟ يعني هل يمكن الاتجاه لهذا الخيار أم لا؟ وإذا تم الاتجاه له كيف يمكن للأم أن تعوض الحليب الطبيعي في ثديها من بعد فترة؟ نعم، هلا الحليب المعلب يمكن مش من ضمن الخيارات لأنه هو صح، يعني مش بس مش الغذاء المثالي، كمان هو ما بعطي حماية للطفل. فكتير مهم الطفل يأخذ الحماية بهاي المرحلة. حتى كتير أطفال اللي أمهاتهم كانوا بيفكروا إنه يفطموهم بهاي المرحلة، نصحناهم بإنه تأجيل موضوع الفطام لأنه المصدر الوحيد لحماية الطفل هو الرضاعة من الأم. نعم نعم دكتورة أسمعك، هل تسمعينني دكتورة فاتن؟ عم تسمعيني؟ نعم. طيب نعم، مش يعني مش عم بسمع. يعني إلى حين إنه يعني يصير الصوت أحسن، رح أحكيك أو بدي إياكي تحكيني عن حليب الأم. مثل ما بتعرفي إنه جميعنا بيعرف إنه هو بيحتوي على مضادات حيوية طبيعية. ما أهمية الرضاعة الطبيعية لتعزيز مناعة وصحة الطفل من كافة الفيروسات ومنها فيروس كورونا بالتحديد اللي بنواجه جائحة كبيرة يعني حاليا منه؟ حليب الأم بيحمي الطفل من الإصابة بكتير فيروسات وكتير أمراض شائعة، خلينا نحكي مش بس فيروسية، مئات الأمراض بتم حماية الطفل من الإصابة فيها. فإذا اعتبرنا فيروس الكورونا مثله مثل بقية الأمراض مثل بقية الفيروسات، فأكيد جسم الأم قادر على حماية الطفل من انتقال الفيروس، أو خلينا نحكي بتكوين أجسام مضادة لمهاجمة هذا الفيروس فيما لو تعرض للطفل. نعم دكتورة، سؤالي لك أيضا عن الحليب الذي يتم شفطه من الثدي من قبل الأم وتخزينه، هل هذا الحليب يبقى يحتوي على مضادات، يبقى يحتوي على إفادة للطفل ولو كان بعد وقت تم إعطائه للطفل؟ نعم، هذا الموضوع كتير مهم. هلأ إحنا ممكن نوفر الحليب المشفوط من الأم وتم إعطائه من حد ثاني من أفراد العائلة ويبقى يحتوي على الأجسام المضادة. المشكلة مش هون، المشكلة إنه الطفل إذا تعود يأخذ هذا الحليب المشفوط مثلاً، خلينا نحكي بالأمنينة، وخاصة إحنا نعرف فترة الإصابة بالمرض أو فترة العدوى شوي طويلة حوالي أسبوعين أو أكثر، على خلال هاي المرحلة الخوف إنه الطفل يرفض يرجع يرضع من أمه لأنه هو صار في عنده بديل عم بفضله كتير أحسن وكتير أريح. نعم. فإحنا عم نعرضه لخطورة الانقطاع عن الرضاعة بعد رغبة الأم أو بعد شفائها ورغبتها بالعودة للإرضاع. فلما الأهل بدهم يأخذوا هذا القرار، أحياناً بيكون اتخاذ القرار من قبل الأهل زي ما حكيت سابقاً أنه بيكونوا خايفين أنه ما يتبعوا إجراءات السلامة بالكامل، فعشان هيك ضروري نناقشهم بهذا الموضوع أنه إحنا عم نحط الطفل بخطورة الفطام المبكر. هلأ هذا الحكي يعني يترتب عليه ممكن الأم ترجع نعمل إعادة إرضاع، بس حتى إعادة الإرضاع موضوع مش سهل وفيه شوية مخاطرة إنه نتسبب بفطام الطفل. نعم دكتورة، هل من السهولة بالنسبة للطفل إنه يرجع يتقبل يعني الرضاعة الطبيعية من قبل أمه من بعد ما هو كان تعود أصلاً على الزجاجة أو وضع الحليب بالزجاجة كما تعرفين؟ يعني بصير كتير يعني ربما صعب يمكن للطفل. نعم، هلأ موضوع إعادة الإرضاع بيعتمد على عمر الطفل وبيعتمد كمان على الفترة اللي انقطع فيها عن الرضاعة من الأم. فلما نحكي إحنا عن 14 يوم على الأقل، فترة كتير كبيرة، إنه هلأ مش مستحيل بس نعم. إذا كان الطفل كبير شوي رح طبعا في مخاطرة. نعم. نعم
دكتورة، أيضا سؤالي لإلك عن يعني شو هي المواد الغذائية المهمة لمناعة الطفل الرضيع إذا اضطرت أمه أنه توقف له يعني الحليب منها وأعطاه حليب بديل، حليب معلب، هل على الأم أنه ربما تغذيه بمواد إضافية، بفيتامين سي، بمكملات؟ نعم. هلا خلينا نحكي اول شيء اول 6 شهور طبعا الغذاء المثالي ممكن ينعطى للطفل هو فقط حليب امه. هلا بعد 6 شهور الطفل بيكون اوريدي اصلا عم ياكل. فبهون بهاي الحاله قبل ما نفكر بالحليب المعلب ممكن نفكر ببديل ثاني هو ام ثانيه مرضعه. او حليب معتصر من ام ثانيه. احيانا بنلاقي متبرعين ممكن فرد ثاني من افراد العائله مثلا يكون ام عم بترضع يكون عندها الاستعداد انه تكمل رضاعه الطفل. فاللجوء للحليب المعلب هو اخر مرحله لما كل الطرق الثانيه مش عم نقدر نحققها. بالنسبه للاطعمه اللي ممكن تعطيها للطفل كثير مهم تكون غنيه بالفيتامينات مثل ما حكيت فيتامين سي، في كمان فيتامين اي وفيتامين دي، هاي الفيتامينات المسؤوله عن رفع المناعه. الغنيه بالحديد كثير مهم كمان لمناعه الطفل، والزنك وكثير املاح معدنيه. فالمفروض انه يكون اكل منوع كمان بناسب المرحله العمريه اللي هو فيها، يعني طفل عمره 6 أو 7 شهور اكيد ما بطعمي مثل طفل عمره سنه ونص او سنتين، فضروري برضه نراعي هاي النقطه. يعني كما تحدثت انه بالمرحله الاولى عدم اعطاء الطفل اي مكمل غذائي الى جانب الحليب، يعني الافضل انه يكون الاعتماد على الحليب حتى لو كان يعاني الطفل ممكن انه بهذا العمر ممكن يعاني من الرشح او ممكن يعاني من الزكام. حتى بهذه الحاله دكتوره؟ نعم بالضبط. تمام. إذا دكتورة فاتن تميم الاختصاصية في الرضاعة الطبيعية بدي أشكرك كثير على كل هذه المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها، كنت معنا مباشرة من عمان. تسلمي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا دعونا نشاهد أب يضرب عصفورين بحجر واحد، التمارين والتسلية والمزيد في أنا العربي. Today we're gonna work out with our babies. كيف بدأت الشيف بلقيس بتحضير أطباق اليوم؟ وقفة سريعة في مطبخ ولا أشهى. صباح النور، نحن اليوم مطبخنا مميز، المطبخ المصري. أكيد لما نروح على مصر دغري بنتذكر يا أما الكشري يا أما الكبدة، وفي كتير يعني مناطق بمصر بيتنافسوا على طبخ الكبدة، وأكثر شيء بيتميزوا فيهم ستريت فود يعني كبدة الشوارع. اليوم أنا أخذت الوصفة اللي كتير طيبة من عربية الإسكندرانية، وجايبت لكم كبدة العجل. كبدة يعني هي سوداء، الكبد الموجود بالعجل البقرة أو حتى الغنم. في أشخاص نحن عنا بلبنان مشهورين بكبدة الدجاج، نحن اليوم بدنا نعمل مثل ما قلت لكم كبدة العجل. أهم شيء بالكبدة نقشرها، أنا طبعا قشرتها لأنه بيكون في إلها طبقة الغشاء الرفيع، هذا بدنا نشيله. وقطعتها، في ناس بتقطعها بطريقة ناعمة كتير وفي ناس بتقطعها بطريقة متوسطة. قطعتها بطريقة متوسطة، طبعا غسلتها بالخل والحامض وملح الخشن لطلع عندي هيدا الشيء، حطيت لها برش حامض. صباحا بتحب الكبدة؟ بحب كل شيء. أول شيء أكلك طيب معروف، يعني كل شيء أنت بتعمليه وبشهي. ثاني شيء الأكل المصري كمان بسيط وسابق أكيد. اليوم عندنا كمان الكبدة وفي
في شغله كثير مهمه من الكبده انه لازم ننشفها ونسقعها شوي ونحطها بالبراد. هيدا كله عملته وحضرته قبل بوقت. نحن بدنا نحضر لها بالفقره الثانيه الدقه. الدقه هي محطوطه عاده بالملوخيه وبالكبده، وهيدا الشيء كمان بدنا نتعلمه اليوم. وعندنا الرز باللبن، نحن بنقول له رز بحليب. الخليج والدول العربيه بيقولوا للحليب لبن، فنحن عندنا الرز باللبن. طبعا نقعه الرز قبل بوقت لازم ننقعه وما لازم نحط نشا. انتبهوا يعني مشاهدينا اذا عم بتحضروا للوصفه اللي عم نطبخها سوا، نحن عندنا اليوم الكبده الاسكندراني يلي نحن جبنا مثل ما قلنا كبده العجل قطعناها وقشرناها، وبدنا نجهز الدقه ونرجع للفقره. واقرب طريق لقلب الراجل معدته مثل ما بقول اخواننا المصريين. على كل حال نصيحتك شاف نتابعها سويا، ثم يليها فاصل موسيقي وسيدي منصور وصبر الرباعي مع العازف يزن جومر، ثم فاصل ونعود. صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، صباح النور لإلك يا محمد. صباح النور هبة. دعنا ننتقل أنا وأنت إلى موجز لأهم الأنباء، ومن ثم المقابلة السياسية مع زميلة ليال بشارة ومع الخبر. أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى القاضمي دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم. وذكرت مصادر إعلامية عراقية أنه تم التصويت على 15 وزيرا من أصل 22، ولم يحظى 5 مرشحين على ثقة البرلمان، وهم مرشح وزارة التجارة والزراعة والثقافة والهجرة والمهجرين والعدل. فيما أرجع المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.
عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يتجاوز حاجز 3,800,000 شخص، وقد حضت منظمة الصحة العالمية على الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة بدل السعي إلى إيجاد مصادر تمويل كما يحصل حاليا في مواجهة الوباء الحالي. من جهة أخرى، توقعت المفوضية الأوروبية حدوث ركود تاريخي غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي هذا العام بعد تفشي وباء كورونا على نطاق واسع مخلفا آثارا عميقة على الاقتصاد. في تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن بلاده دخلت مرحلة جديدة في معركتها مع الفيروس تهدف خلالها إلى القضاء على المرض واستئناف العمل ووضع خطوط إرشادية جديدة للسلوك الاجتماعي لمنع أي انتشار جديد. أمريكيا، سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 2,000 شخص جراء الفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، وبذلك تخطت حصيلة الوفيات الإجمالية 73,000 بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، مما يجعلها البلد الأكثر تضررا من الوباء في العالم. من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أسوأ من الهجوم المفاجئ الذي شنته اليابان عام 41 على قاعدة بيرل هاربر العسكرية في جزر هاواي، معلنا من جهة ثانية عضوله عن إلغاء خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة الوباء. تقرير سري للأمم المتحدة يشير إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1,200 عنصر في ليبيا لتعزيز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر شرق البلاد. المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بأن توجيه اتهامات بالفساد إلى بنيامين نتنياهو لا يمنعه من تشكيل حكومة، مما يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة. وقالت المحكمة في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بني جانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق ومنع محاكمته بتهمة الفساد. مشاهدينا، ضاعفت إسرائيل في الأسبوعين الماضيين غاراتها على سوريا، وهي استهدفت ليلة الاثنين مركز أبحاث في حلب يرجح أنه يستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وأحدثت انفجارات في دير الزور. وها هو وزير دفاعها نفتالي بنت يتوعد بمواصلة العمليات الإسرائيلية حتى خروج القوات الإيرانية من سوريا. هل تستدرج إيران للرد؟ هي التي تعمل على لملمة ما خلفه وباء كورونا بشريا واقتصاديا عليها دون أن يكون ذلك على حساب مراكز ثقلها في العراق، سوريا ولبنان. هذا موضوع نقاشنا مع مدير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دكتور مروان قبلان، هو معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. دكتور مروان، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور، شكرا على الاستضافه. شكرا لك. اهلا وسهلا. اذا نبدا من الطارئ الامريكي، الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستخدم اذا الفيتو ضد قرار اصدره الرئيس الامريكي ضد قرار اصدره الكونغرس للحد من صلاحياته في توجيه اي ضربه عسكريه على ايران. دكتور مروان، القرار هل له علاقه بتطورات بسوريا، الغارات الاسرائيليه اذا التي تضاعفت في الاسبوعين الماضيين، وبعد هذا القرار هل يمكن ان نشهد تصعيدا يمكن أن تشارك به الإدارة الأمريكية؟ لا، الحقيقة استخدام الرئيس ترامب للفيتو لوقف قرار من الكونغرس بمنعه من شن حرب على إيران أعتقد أنه غير مرتبط بأي تطورات في على الساحة السورية. يعني أنا أعتقد أن الرئيس ترامب مثل أي رئيس أمريكي آخر كان في مكانه ما كان ليعطي الكونغرس مثل هذا، يعني مثل هذه الصلاحية. هناك تعريفين بأن نزاع على الصلاحيات فيما يتعلق بموضوع شن الحرب بين الفرع التنفيذي والفرع التشريعي في الولايات المتحدة، وهذا نزاع حقيقة عمره يعني عقود طويلة.
ودائما الكونغرس كان يحاول أن يقيد صلاحية الرؤساء فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا، ويعني وجميع الرؤساء كانوا يقاومون بنفس الدرجة تقريبا هذه المحاولات. لذلك أنا يعني حقا لا أراه مرتبطا بالتطورات الجارية على الأرض في سوريا. أما إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة احتمالات المواجهة مع إيران، أنا أعتقد أنه يعني في جملة عوامل يعني يمكن أن تدفع بهذا الاتجاه أو تمنع ذلك. يعني تعرفي أنت الآن نحن في موسم انتخابي في الولايات المتحدة، نحن أيضا في وسط جائحة كورونا التي تقريبا استنزفت الرئيس بشكل كلي. لكن من جهة أخرى طبعا هناك يعني احتمالات أن يهرب الرئيس من هذه المشاكل الداخلية إلى افتعال مشكلة خارجية. الرئيس يقول بأنه إذا الكونغرس منعه من شن حرب أو أخذ منه سلطة اتخاذ قرار بشن الحرب ليس فقط على إيران بس أعتقد يعني بشكل عام، هذا يطمئن الآخرين إلى أن الرئيس مقيد بالكونغرس، وبالتالي هذا يجرئ الآخرين على الولايات المتحدة. إذا أعتقد هذا الصراع داخل الولايات المتحدة الأمريكية له انعكاسات بطبيعة الحال على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. نعم، نعود إلى سوريا. الغراض إذن الذي استهدفت يوم الاثنين مركز أبحاث بحلب يرجح أنه كان يستخدم لصناعة أسلحة كيميائية إذن تستخدم بالميدان السوري إذن بالحرب المتواصلة هناك، هي الثانية إذن هي الخامسة في غضون أسبوعين بالميدان السوري قامت بها إسرائيل. انطلاقا من ذلك دكتور مروان، عدد الغارات والأهداف التي طالتها إسرائيل هل تؤدي إلى استدراج إيران؟ هل الهدف منها استدراج إيران أم لا؟ اليوم هناك خشية إسرائيلية أن إيران كما روجت وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت بالفعل بسحب قواتها، هناك خشية أن يتم تحويلها أم إلى لبنان أو مراكز صقل إيران خاصة بالعراق، الميليشيات الإيرانية التي استهدفت قاعدة عين الأسد بعد اغتيال قاسم سليماني إذن بقرار أمريكي على أراضي عراقية. يعني أنا أعتقد أنه الزيادة الكبيرة في عدد الغارات والعدوان الإسرائيلي بالأحرى على سوريا خلال الفترة الأخيرة مرتبط بحسابات يعني ليست فقط بين إيران وبين إسرائيل، إنما أيضا هناك الموقف الروسي وكذلك الموقف الأمريكي الذي تحدثنا عنه قبل قليل. يعني من الواضح بالنسبة لي أن هناك غض نظر روسي كبير خلال الفترة الماضية. يعني أنا أعتقد أن الروس الآن ما عادوا بحاجة كبيرة لوجود عسكري إيراني كبير في سوريا، وبالتالي يعني يمكن أنهم الآن يستخدموا إسرائيل أو يتركوا مجال أكبر لإسرائيل لشن مزيد من الغارات على سوريا على أمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على إيران وفعلا التخفيف من وجودها العسكري في سوريا، لأنه كلما قل الوجود العسكري الإيراني في سوريا كلما قل النفوذ الإيراني بالتأكيد على النظام السوري. وهناك بحسب يعني تحليلات عديدة نوع من يعني هذا التنافس الإيراني الروسي على المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد انتهاء العمليات العسكرية في سوريا، قد يكون يعني الروس يستخدمون الإسرائيليين للضغط على إيران بهذا الاتجاه. لا تنسي بأن الإسرائيليين كانوا توصلوا إلى اتفاق مع روسيا منذ اليوم الأول لدخولهم إلى الساحة السورية أواخر شهر سبتمبر من العام 2015. بنيامين نتنياهو زار موسكو وتوصل إلى اتفاق غير مكتوب مع الرئيس فلاديمير بوتين ينص على أن تترك لإسرائيل حرية العمل في الأجواء السورية لمنع وصول أي سلاح يسميه الإسرائيليين كاسر للتوازن من إيران عبر العراق وسوريا إلى حزب الله. لكن بطبيعة الحال هذه العقيدة الإسرائيلية في سوريا تطورت بمرور الوقت، لكنها أيضا تعرضت لأزمات، منها الأزمة الشهيرة طبعا التي وقعت في شهر سبتمبر من العام 2018 عندما قامت دفاعات النظام السوري بإسقاط طائرة روسية أدت إلى مقتل أكثر من 20 خبير روسي وعسكري على متنها، في اللحظة التي كانت تشن فيها غارات إسرائيلية أو طائرات إسرائيلية بالأحرى غارات على الأراضي السورية. فالروس اتهموا الإسرائيليين بأنهم استخدموا الطائرة الروسية للاختباء من الدفاعات الجوية السورية، ما أدى إلى إسقاط الطائرة الروسية عن طريق الخطأ، وأدى ذلك إلى أزمة كبيرة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، حيث رفض الرئيس بوتين استقبال بنيامين نتنياهو لحوالي 6 أشهر ومنعه إلى حد ما يمكن القول أو حد من حرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية خلال هذه الفترة، يعني من الربع الأخير من القرن من عام 2018 وحتى تقريبا منتصف العام 2019. لكن بالفترة الأخيرة فعلا بدأنا نشهد هذه الزيادة الكبيرة في الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية للأسباب التي ذكرتها، والتي أعتقد أنها مرتبطة إلى حد كبير بالحسابات الروسية
على الأراضي السورية. أما إذا كان ذلك يؤدي إلى مواجهة مفتوحة مع إيران فأعتقد أنه الطرفين لديهما حسابات يعني كبيرة ومعقدة بهذا الشأن. نعم دكتور مروان، ما يؤكد الفرضية التي تفضلتم بها للتو أنه الغارات الإسرائيلية على سوريا تتمنى الأجواء اللبنانية لعدم إزعاج الحليف الروسي، إذن فوق الأجواء السورية تحديدا روسيا كانت أعلنت سابقا أنها ليست بالضرورة اليوم مع تواجد إيران ولكن ليس لديها اليوم القوة لإخراج إيران من الميدان السوري. هل بات الزمان يسمح لإخراج إيران إذا من سوريا؟ إيران التي تعاني من متاعب اقتصادية كبيرة بعد جائحة كورونا، العقوبات الاقتصادية الهائلة، هذا إضافة إلى أجندة السياسية للجانب الإسرائيلي مع إمكانية تبوء نتنياهو حكومة وحدة وطنية بعد أيام داخل إسرائيل، وهو بحاجة لرصيد إسرائيلي جديد يقنع به الإسرائيليين من جديد داخل إسرائيل. هلا نعم، أنا أعتقد أن إيران في وضع حقيقة صعب جدا في عموم الإقليم. أنت كما ذكرت يعني هي تأن تحت عقوبات اقتصادية شديدة من الولايات المتحدة الآن عامين تقريبا، وهي لا تصدر إلا يعني حوالي 200 ألف برميل من النفط. انهيار أسعار النفط بالفترة الأخيرة، حتى النذر اليسير الذي كانت تصدره من النفط ما عاد مجديا بسبب كما ذكرت الانهيار في أسعار النفط. هناك وباء كورونا وإيران تعد بؤرة رئيسية للوباء في المنطقة. أنا أعتقد أن الإيرانيين حتى الآن لم يتمكنوا من السيطرة عليه وقد كبدهم خسائر اقتصادية كبيرة. الوضع الإقليمي الإيراني عموما يواجه تحديات كبيرة. في العراق يعني تم اغتيال قاسم سليماني مطلع هذا العام، وكان يعني تقريبا ذراع إيران الضاربة في العراق وفي سوريا، وأنا أعتقد أن ذلك أثر كثيرا على النشاط الإيراني في هذين البلدين. هناك الغارات الكثيفة التي تم توجيهها طبعا ضد أدرع لإيران في العراق. أنت بتعرفي أنه أصلا ساحة المواجهة اتسعت من سوريا إلى العراق في النصف الثاني من العام الماضي من العام 2019، وقد تعرضت معسكرات كثيرة للحشد الشعبي لقصف جوي مجهول الهوية. البعض قال أنه إسرائيلي، البعض الآخر قال أن قوات التحالفية التي استهدفته. في سوريا أيضا إيران تتعرض لاستنزاف شديد بسبب هذه الغارات الكثيفة التي تقوم بها إسرائيل، وأيضا بعض التحليلات تتحدث عن غارات قامت بها قوات التحالف قبل يومين في منطقة دير الزور، استهدفت يعني قوافل تأتي من العراق إلى سوريا لميليشيات أيضا يعني مرتبطة بإيران. إذن عموم الوضع الاستراتيجي الإيراني أنا أعتقد في المنطقة هو ضعيف. في الوقت نفسه أنا أعتقد أن التعويل الروسي الآن، يعني روسيا كانت بحاجة بشكل كبير لإيران خلال فترة المعارك الكبرى في سوريا لأنها كانت بحاجة إلى جيش بري على الأرض. الروس ما كانوا يريدون أن يضعوا جنودهم على الأرض للقتال في سوريا لأنهم لا يريدون أن تتحول سوريا إلى أفغانستان جديدة بالنسبة لهم، لذلك قاموا بتوفير الغطاء الجوي للميليشيات الإيرانية التي كانوا بحاجة ماسة لها حتى يتمكنوا من يعني احتواء المعارضة وهزيمتها في نهاية المطاف. الآن تقريبا معظم العمليات العسكرية في سوريا قد انتهت، ويعتقد الروس بأن هذه المرحلة يفترض أن تكون مرحلة التسويات لأن روسيا لا تستطيع أن تبقى معلقة بهذا الشكل في سوريا، تريد تسوية من نوع ما. هذا يؤدي إلى زيادة أهمية تركيا بالنسبة إلى روسيا ويقلل من أهمية إيران. لذلك ذكرت أن الروس عموما ليس لديهم يعني لأن لا يدرفون الكثير من الدموع على الغارات والأثمان التي تدفعها إيران في سوريا نتيجة الغارات الإسرائيلية، ذلك قد يفيدهم في حساباتهم الكبرى يعني على هذه الساحة. نعم، هذا مع العلم أنه الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال قبل أيام أن على جميع القوات التي دخلت الميدان السوري بعد عام 2011 أن تخرج من سوريا تحديدا. أستاذ، هل هذه التطورات لها علاقة أيضا بالخلاف المستجد داخل دمشق بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن ورامي مخلوف؟ إذن وقسم من هذا الخلاف إذن يتعلق بالجانب الروسي الذي يطالب الأسد بمحاربة حربت الفساد فعليا على الأراضي السورية؟ نعم، هناك تحليلات عديدة يعني مرتبطة بموضوع الصراع الأجنحة داخل النظام السوري. يعني أنا يعني قد لا أراه بشكل كامل بهذه الطريقة. أنا أعتقد أنه بهذه الفترة يحاول النظام من وجهة نظري نتيجة يعني أوضاع اقتصادية صعبة جدا بالنسبة إليه أن يعني يتوجه فعلا باتجاه بعض حيتان المال في سوريا وعلى رأسهم بطبيعة الحال رامي مخلوف.
يعني لأنه فعلا بحاجة إلى هذا التمويل. يعني هناك أسباب طبعا، أنا لا أقول إن ليس هناك أسباب سياسية، لا يمكن أن يكون هناك يعني تصدع مثل هذا يعني غير لا تكون له خلفية سياسية، لكن أنا أعتقد أن الموضوع الاقتصادي الموضوع المالي هو الأساس في هذا الذي يجري في دمشق هذه الأيام. وبالتأكيد يعني هناك من وجهة نظري دفع روسي، ضغط روسي بالأحرى على الأسد لمواجهة الفاسدين ولتوفير التمويل اللازم لإعادة الاقتصاد السوري. يعني الآن انتهت الحرب تقريبا في سوريا، الآن انكشفت كل الأوراق الاقتصادية، انكشفت مدى الانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له سوريا خلال العقد الماضي بسبب هذه الحرب الطاحنة التي وقعت فيها. الاقتصاد اليوم في وضع سيء جدا، في وضع صعب جدا، لذلك الخزينة العامة للدولة بحاجة إلى كل أنواع التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه حتى تتمكن من إعالة جمهور النظام الذي بقي في يعني تحت النظام. يعني فلذلك هو بحاجة إلى هذه الأموال التي أنا أعتقد أنه لسنوات عديدة تم التهرب من دفعها للخزينة العامة للدولة. لذلك أنا يعني كما ذكرت لك الموضوع مرتبط إلى حد كبير بحاجات اقتصادية، حاجات مالية للنظام الذي ما عاد بإمكانه أن يصمد. يعني نعم. يعني لم ينهار عسكريا نتيجة الدعم الخارجي الكبير له، لكن الآن لا يمكن أن يكون هناك دعم اقتصادي خارجي له، لأنه كما تعرفين أوضاع العالم كله تقريبا الآن في الحضيض بسبب أزمة كورونا. نعم. بسبب انهيار أسعار النفط إلى آخره. لذلك هذا الموضوع يعني بدأ يتوجه إلى مصادر داخلية لتمويل النظام، وأنا أعتقد أنه هذا أحد الأسباب المهمة التي فجرت الخلاف في هذه الطريقة. دكتور مروان، سؤالي الأخير، هل تعتقدون أن النظام السوري لن يرد على أي غارات جديدة متوقعة إذا من قبل إسرائيل ضد أهداف بسوريا لها علاقة إذا بالتموضع الإيراني داخل الأراضي السورية؟ هو النظام عمليا يعني أنا قرأت تحليل قبل يومين يتهم فيه مصدر غير معلن عن اسمه في النظام، تحدث لوكالة أنباء أجنبية، اتهم فيها الروس بأن أسلحة الصواريخ S-300 التي زود بها الروس النظام في العام 2018 بعد الغارة التي حدثتك عنها، بعد سقوط بالأحرى الطائرة الروسية التي حدثتك عنها في سبتمبر من العام 2018، قامت روسيا بتزويد النظام بصواريخ S-300، لكن النظام يشكو الآن من أن منظومة هذه الصواريخ لا تعمل بالشكل المطلوب لصد الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية. أنا أعتقد أن النظام يحاول بما توفر له من أدوات أن يواجه هذه الغارات الإسرائيلية، لكن أنا أعتقد أنه قدراته العسكرية محدودة للغاية، حجم التسليح الروسي له محدود للغاية، وأنا أعتقد أنه هذا في نهاية المطاف أيضا حسابات سياسية روسية لها علاقة بالعلاقة مع إسرائيل ومع إيران. نعم، وهنا ما يؤكد ما تقولونه للتو أن روسيا زودت قواتها لتتحكم بهذه المنظومة التي زودت إذن بها النظام السوري بعد سقوط طائرة روسية إذن فوق الأجواء السورية بخطأ ارتكبته طائرة إسرائيلية يومها. دكتور مروان قبلان، رئيس وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا دكتور مروان. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكر دائما لكم أنتم على حسن المتابعة والإصغاء، عودة إلى هبة ومحمد بن شتيت. شكرا لك ليال. محمد، دعنا ننتقل أنا وأنت إلى تقرير عن تصميم أحد العاملين في القطاع الطبي في البصرة جنوبي العراق سريرا خاصا لعزل المصابين بفيروس كورونا ومرضى الجهاز التنفسي. المبادرة لاقت مشاهدين رواجا كبيرا واستحسان من الرأي العام. دعونا نتابع هذا التقرير من العراق. في هذه الورشة البسيطة ابتكر مرتضى، الشاب البصري المتخصص في الأجهزة الطبية، سرير الحياة كما يسميه، لعزل المرضى ممن يشكون من أمراض تنفسية. الفكرة جاءت بعد اجتياح فيروس كورونا للعالم وبروز أهمية عزل المرضى. صمم السرير بوسائل بسيطة وغير مكلفة، وهو عبارة عن كبسولة مغلفة بالكامل بمواد من الزجاج البلاستيكي، وهي مزودة بأجهزة للتنفس وفلاتر لتنقية الهواء وبشمعة من الأشعة فوق البنفسجية لتعقيمها، إضافة إلى شاشة عرض تلفزيوني وإنترنت وجهاز لتكييف الهواء. يستخدم هذا السرير لأمراض لوكيميا الدم اللي هو فقدان المناعة المكتسبة، لأمراض الحروق،
يستخدم لأمراض في وحدات العناية المركزة السي سي يو والإي إي يو فائقة العناية، وكذلك يستخدم لجميع الأمراض ذات الجهاز التنفسي. استعان مرتضى بأحد المتبرعين لإتمام النموذج الأولي لسرير الحياة، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من قبل لجنة مختصة في دائرة صحة البصرة، أبدت بعض الشركات استعدادها لصناعة عشرات القطع من الجهاز خلال عدة أيام. شركة ابن ماجد اتصلوا وقالوا أنه إحنا ممكن أنه نصنع يعني عشرات أو مئات الأسرة يعني بأسرع وقت، لأن هو مجرد موجودة كل القياسات وموجودة كل المواصفات، والهيكل ممكن أن يصنع بأسرع وقت. تكلفة إنتاج هذا السرير تبلغ بمجملها 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 4,000 دولار تقريبا، وهي تكلفة ليست كبيرة قياسا بالخدمة التي يقدمها الجهاز الطبي وما يوفره من حماية طبية للمرضى والعاملين في القطاع الصحي. يعتمد هذا الجهاز على مجموعة من التقنيات الطبية والحيوية لمعالجة مرضى فيروس كورونا والأمراض التنفسية الأخرى. حاول مصممه أن يجمع بين الوسائل العلاجية ووسائل الترفيه والوقاية لتوفير بيئة صحية ونفسية آمنة للمرضى. هبة، المستشفى الأولى في تاريخ البشر كانت في العراق، وهو اليوم العراق يعود إلى التطور الطبي. صحيح، دائما يعني هناك مبادرات جميلة وهناك أفكار أجمل يعني من مجموعة الأطباء ومن مجموعة الصيادلة. بتعرف حتى يقال أنه هناك يعني أيضا شهود شبابية في العراق من قبل مجموعة من الصيادلة يقومون بأبحاث حول فيروس كورونا. يعني قرأت هذا الخبر من قبل أيام، وجميل جدا فعلا أنه هني مهتمين بما يجري بالعالم ومهتمين أنه يلاقوا لهذه الجائحة حلول. إن شاء الله نتمنى يعني سيكون إنجاز كبير للعراق أن تخرج هذه الجائحة وأزمتها، أن يكون الحل عراقي. صحيح، لما لا؟ لما لا؟ من حول العالم معك محمد اليوم. نعم، من حول العالم المشاهير الذين تعافوا من فيروس كورونا. دعونا نعرف المزيد مع محمد. من جديد مشاهدينا، اليوم نخرج سويا من دائرة السلبية لنعيد شيئا من الأمل بالشفاء من فيروس كورونا. مشاهير كثر من كل الصعد أصيبوا بالفيروس كورونا، واليوم في فقرة حول العالم نستعرض سويا عددا من المشاهير الذين تعافوا من العدوى. بحسب موقع إنسايدر، عدد ريتا ويلسون وتوم هانكس وكلاهما يبلغ من العمر 63 عاما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعافيهما الكامل من كوفيد-19 في أستراليا. احتل الزوجان عناوين الأخبار لقضاء وقتهما في الحجر الصحي من خلال تعلم المزيد عن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر صور السيلفي. بحسب الموقع عينه، تعافى الأمير تشارلز من أعراض كوفيد-19 الخفيفة التي أصابته، وفتح مستشفى خاص بعلاج الفيروس التاجي بعد ذلك بأيام قليلة. كما تناول أمير ويلز البالغ من العمر 71 عاما شفاءه في مقطع مصور في الأول من أبريل نيسان المنصرم. منذ شفائه افتتح تشارلز مستشفى NHS نايتنغيل، مستشفى فيروس كورونا المستجد في لندن، وتم الافتتاح عن طريق مكالمة هاتفية. على الرغم من أن جي كي رولينج مؤلفة روايات سلسلة هاري بوتر التاريخية لم يتم فحص عوارضها، إلا أنها أكدت تعافيها بعد معاناة شديدة مع عوارض فيروس كورونا. منذ تعافيها عملت رولينج على نشر مقاطع فيديو لنصائح الأطباء والتي تساعد في التعافي من العدوى. بحسب موقع إنسايدر كذلك، تعافت أولغا كوريلينكو من كوفيد-19، أكدت الممثلة البالغة من العمر 40 عاما في منشور على إنستغرام في 8 أبريل المنصرم، وقالت فيه: أنا بخير يا رفاق، وكتبت قائلة: أرتدي قناعا في كل مرة، وقد مرت فترة طويلة منذ أن أصبت بمرضي، لذا ربما لا يمكنني إعطائه أو الحصول عليه بعد الآن، ولكن ما زلت أرتدي القناع منعا لحدوث ذلك. هبة، جي كي رولينج لم تقم بالفحص. نعم، أحست بعوارض كوفيد-19
وتجنبت أن تقوم بالفحص. هذا أمر سيء. سيء للغاية يعني. وهذا يعني عكس ما يتم نحن ما نقوم بترويج له، وغير مقبول من شخص يعني المفروض بيقوم بروايات. صحيح، أهم رواية في تاريخ بريطانيا يعني ربما. الناس المثقفين. ما بعرف أنت كيف شاهدت هذا الموضوع، كيف لقيته؟ أنا بصراحة وكأنه من دافع الخوف يعني. هي ليست الحالة الوحيدة من المشاهير التي لم تقم بفحص نفسها. لا. سيمر أيضا حالة أخرى. جي كي رولينج مثل يحتذى به في بريطانيا، يعني في المجتمع البريطاني هاري بوتر ومؤلفة هاري بوتر هي في مكان ما تعتبر يعني من أكثر الشخصيات المحبوبة. صحيح. وهي مثل يضرب للأطفال ولصغار السن. صحيح. يعني كان لابد لجي كي رولينج أن تقوم بالفحص، وإن كانت العوارض كما قالت تأكدت من أنها عوارض كورونا بدون أي شك. نعم. ولكن الفحص لن يضر جي كي رولينج، لا بل على العكس سيقدم مثالا لجميع الناس أن الفحص. نعم. هام من أجل أن نردأ العدوى. ولكن ماذا بالنسبة لتوم هانكس وزوجته؟ توم هانكس وزوجته أهضم اثنين أصيبوا كورونا يعني. والنشاطات التي يقومان بها بالحجر المنزلي. على فكرة واحدة من الأمور المستحسنة أنهم قاموا بتصوير فيديوهات حثت على الحفاظ على نظافة الغرفة. نعم. كانوا يقومون بتصوير كل لحظة قضوها في الحجر الصحي. 14 يوما كانوا من ربما عودة إلى أيام الحب القديم في صبا توم هانكس وزوجته. على عكس ما يشاع الآن من أنه الحجر المنزلي بضر يعني ربما يكون أزمة بالنسبة للأزواج. لا، هم يعطوا مثل آخر. لنستكمل وإلى الحالة الثانية التي لم تقم بالفحص كذلك. إلى عالم الغناء، أفاد سام سميث أنه يشعر بتحسن كبير بعد ظهور أعراض تشبه كوفيد 19. أخبر المغني زين لوي من أبل ميوزك عبر فيس تايم في مقابلة في 17 أبريل، وعلى الرغم من عدم الخضوع للاختبار قال المغني العالمي أنه بالتأكيد مصاب بالمرض، كذلك شقيقته الصغرى. ختام جولتنا مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. أعلن جونسون عن إصابته بفيروس كورونا المستشد مع بداية شهر أبريل المنصرم، ودخل جونسون غرفة العناية المركزة في الشهر عينه. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أشار جونسون الذي خرج من المستشفى قبل أسابيع فقط إلى أن الحكومة ستبقي على إجراءات التباعد الاجتماعي له في المستقبل المنظور، وهذا ردءا كي لا يصيب جونسون أقرانه في السياسة أو أي أحد يلتقي فيه في عالم السياسة. جميل جدا الخبر أيضا الذي تناقلته الكثير من وسائل الإعلام عن بوريس جونسون عندما يعني قام بتسمية طفله الصغير على اسم أطبائه الذين قاموا بعلاجه، من فيروس كورونا. فيعني صدفت أنه يكون اثنين من أطبائه هن لهم ذات الاسم الأول وقام بتسمية ابنه. جميلة جدا يعني، هذه نوع ربما من العرفان. هي مبادرة مستحسنة أكيد. نعم. يعني هبة على فكرة. وأهمية الطاقم الطبي طبعا. صحيح يعني. صحيح، تحية لكل أطباء العالم أكيد. الخبر سريعا أنه ورد مساء أمس أن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس العالمي الأرجنتيني أخيرا تماثل للشفاء بعد معاناة دامت لشهرين. يعني الخبر جاء في منتصف ليل البارحة. ديبالا كان قد عانى من فيروس كورونا للمرة الأولى، تعافى ثم عادت. صحيح. له العدوى واستمرت. لذا يعني نتمنى الشفاء لكل مرضى كورونا. صحيح. وديبالا ضرب مثلا في الأمل بأن رغم المعاناة الطويلة أخيرا تماثل إلى. صحيح. الشفاء التام. صحيح، إن شاء الله يا رب يعني تعم الصحة والعافية للجميع. أكيد هبة، أنا بدي أشكرك. شكرا. الآن سنذهب سويا إلى الشيف بلقيس. صباح النور من مطبخ صباح النور، وإزايكم بالمصري. اليوم طبقنا وأطباقنا مصرية من المطبخ المصري. أول شغلة بدنا نعملها، بدنا نعمل الدقة. الدقة هي هيدي الدقة بنقدر نستعملها للملوخية، بنقدر نستعملها للكبدة الاسكندراني. نحن اليوم بدنا نشتغل الكبدة على طريقة ستريت فود، يعني عربيات اللي بتكون على الطرقات. الطريقة شوي بتختلف عن طريقة البيوت بس هي كتير أطيب، عشان هيك اخترت لكم إياها اليوم. أول شغلة بدي حمص البصل اللي بدي أحطه على وجه
الكبدة، والشغل الثاني والأهم بدنا نتبل الكبدة. الكبدة هو سودة العجل أو الكبدة العجل، قشرته، بيكون في غشاء مغلفه، قشرته قطعته، حطيت له نقطة خل وملح خشن وليمون حامض، وطبعا صفيته كتير منيح لأتخلص من المي الموجودة فيه، وبنفس الوقت لأتخلص من، أنا عم بقصد يحمى الزيت كتير منيح، لقلكم شو بدي أعمل هلأ بس ما بدي يحترق. اوكي، بعد ما اتخلص من المي وكل الاشياء اللي بتنزل من الكبده بعد الغسيل، بدي طبعا تلجها شوي، سقعها وارجع بلش بالبهارات. عندي هون 7 بهارات مع قرفه، ملعقه، الكمون، البهارات تشبه بعضها. عندي بهار شويه كاري، عندي الكزبره اليابسه اللي هي الاساس، وطبعا بهار الحلو. هلأ بدي خلطهم مع شوية ملح، شوي كتير، وبدي خلطهم بهالشكل، وراح ضيف عليهم بصل جوانح. هلأ الطريقة يلي شوي ما كتير الناس متعودة عليها، رح اخد هيدا الشيء، رح نبلش نقلي الكبدة شوي شوي. هلأ بده يطلع أكيد بخار، بدها تطلع الريحة الحلوة. شوي شوي بنقلي الكبدة ومنشيلها، نقلي الكبدة ومنشيلها، هلا بهيدا الشكل. وهون البصل المحمص شلناه، رح حضر، هو عم تنقلها الكبدة، رح حضر الدقة. الدقة عبارة عن ثوم وبصل وكزبرة وحر. يعني الروائح الشهية شايف؟ ايه بس فيها كثير وصلة لبعيد لاخر الاستوديو الكبير. ايه لانه الاكل عادة اكل المصري ريحته قوية، دائما بيركزوا بالاكل المصري على البصل والكمون، صحيح؟ صح. هيدي هي وبهالطبق حطيتي بصل وكمون والكزبرة والثوم. هلا عندي هيدي الدقة اللي عم بعملهم هون، ليكي قديش الزيت مثل كأنه عم نقلي بطاطا. اها كثير يعني كمية الزيت. ايه كمية الزيت انا كمان استغربت، بس خلص انا لما طلبت الوصفة طلبتها تطلع على صباح النور وصفة اسكندرانية 100%. يعني هون عندي البصل والثوم عم يتقلى، رح ضيف عليهم الكزبرة وطبعا رح ضيف عليها شوية ملح ومن البهارات يلي تركتها كمون وكزبرة يابسة. هون الدقة صارت عم تجهز. نعم. شو رح أعمل هلأ؟ رح أخذ شوي من الدقة يا هبة وضيفها على هون. أها. أوكي. رح شيل هلا اول دفعه من الكبده، تتأمر ساعتها بهاي الطريقه. نعم. رح ضيف الباقي وجهز الخبز والحامض لنسكب اول طبق. يعني ضروري يكون في نوع معين من اللحم؟ أكيد هو نوع العجل. نعم. وفي ناس بتحب طعمة الغنم. نعم. بس هو دايما يعني بصراحة أغلى، فهيدي بسموها أكلة الفقرة، فما بعتقد أنه الفقرة رح يقدروا، خاصة هلأ أغلى المعيشة. وبدي خبرك شغلة هبة، أنه كتير مفيد السودة، يمكن بتعرف. صحيح. أكيد مش النية، السودة كتير مفيدة الكبدة دائما، يعني مرتبطه مع الناس اللي عندهم فقر دم. أكيد. دائما بيقولوا انه اخصائيات التغذيه وقت يحطوا من ضمن الاكل اللي بيكونوا عاملين له دايت لشخص، بدنا نحط عصير حامض على الدقه. نعم. اهم شيء بحطوا الكبده لانه بيعتبروها من الاطباق المفيده كثير وبنفس الوقت طيبه. نعم. وهي بتختلف طعمتها مثل ما قلتي من
بين العجل وبين الغنم، يعني بتكون أقسم أكيد. وهيك دائما طعمة لحمة الغنم أقوى بتكون. نعم. فهلا اللي بدي أعمله هبة، رح أجيب الطبق الفخارة ورح أجيب الخبز اللي نحن بنقول له سمون أو خبز الباجيت. رح أقطعه بهذا الشكل. هلا على طريقة بالضبط، هاي اللي بدي احكي انه على الطريقة المصرية ربما يعني بيحطوا هذا الطبق لوحده على ال هو لكي هو بيلفوا ساندويش يعني. نعم. بيلفوا ساندويشات. نعم. وهيك ببيعوها. بس هلا دائما نحن دائما على التي في دائما حتى الصبايا البلوجرز المصريات بتحسي انه بلشوا يتفننوا بالطبق. نعم. بس هو الطريقة الأساسية مثل ما عم قلك لك هيك يعني هون حتى لمن يعني يريد انه يحمص الخبز وهيك يمكن يكون اطيب. ايه هلا نحن بدنا نحطه هيك. رح ضيف الكبده اللي شفناها، رح احط عليها شويه دقه من بعد ما قمرناهم، رح ضيفها بهذا الشكل. طبعا عصير حامض شوي. نعم. شوي من الكزبرة الفريش. هذا كله اللي عم بعمله هني كمان بيعملوا، يعني مش تفنن مني. بحطوا كمان من برش الحامض. الحامض. نعم. لأنه نحن بنعرف أنه يعني فيها طعمة شوي زنخة إذا ما بتتغسل منيح، إذا ما بتنطبخ منيح. عنا البصل المحمص يلي هو كمان من أساسيات الوصفة، وهيك بيكون طبقه صار جاهز. نعم. مثل ما قلت لك اهم شيء بهذا الطبق يا هبه انها تتقلى شوي شوي بزيت وفير. نعم. نص زيت نباتي ونص زيت زيتون، وبده يتقلى معه شوي من الدقه والبصل. نعم. فهيك بتتحمر ال الكبده مع البهارات، لانه البهارات كل ما استوت وكل ما انقلت. نعم. كل ما عطت طعم. طيب شاف يعني حنروح انا وانت لبريك، ولكن لفاصل، ولكن بدك تقولي لي انه شو رح تقدمي لنا بعد الفاصل؟ بعد الفاصل اكيد عندنا نحن شراب المانجا اللي هو اساسي بالمائده المصريه. بالمائده المصريه. صحيح. وبدنا ننتقل، انا بلشت بالدسم لانه بعد شوي بدنا نبلش بالرز باللبن او رز بحليب. نعم. فهلا بخلص بنقدم الصحن وبنبلش بالرز. بس جبتي من مانجا مصريه ولا مانجا عاديه؟ مانجا مصريه. وهلا بدي اقطعها كمان على الهواء وفرجيهم شو الفرق يعني. نعم نعم. بدي اشكرك كثير شاف، واكيد حيكون لنا وقفة أخيرة معك لنشوف الأطباق بصيغتها النهائية. ومشاهدينا دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى لنكمل باقي فقرات صباح النور. مشاهدينا من جديد صباح النور. وصباح النور شيف. صباح النور محمد. يعني الرائحه اوصلتني الى اماكن كثيره. بس نحن وين صرنا اليوم هلا؟ نحن بعدنا باسكندريه. اليوم بدنا نعمل الرز باللبن، يعني الرز بالحليب. نحن عندنا طبعا بنقول للحليب حليب، بس بالدول العربيه بيقولوا للحليب اللبن. صحيح. فعندهم طبقين اهل مصر، الرز بالحليب او الرز المعمر. الرز المعمر هو الرز بالحليب بينحط بالفرن وبينحط له على وجهه سكر وبيطلع مكرمل. اليوم بدنا نعمل الرز بالحليب على الطريقة المصرية، وهي انه ننقع الرز المصري طبعا ليلة كاملة لحد ما يصير كتير كتير منقوع. فأنا بميته شوي سلقته، هن بمصر ما بيسلقوا، بيتركوه بالحليب يغلي 17 ساعة، بس نحن ما عندنا وقت. فبس سلقته شوي لحتى يطرى، وبدي هلأ بلش جهزه باللبن. فرح شيل أنا الأرز بهيدا الشكل، رح ضيفهم طبعا المقادير على الشاشة، وبلش اغلي اللبن مع او الحليب مع الارز
يلي طبعا جهزنا. اهم شيء بهاي الوصفه انه كثير يمتزج الحليب مع الارز. هلا بهيدي الطريقه رح بلش حركهم شوي، اول غلوه رح ضيف عليهم المطيبات اللي هي اول شغله رح حط الشيره يعني القطر يلي جاهز، ورح حط ماء الزهر. بقلب الشيره شو حاطه انا؟ بقلب الشيره اللي هو عباره عن 3 أكواب من السكر مع كوب ونص من المي، بتركه يغلي 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 كثير منيح، عصره حامض، وبضيف عليه انا شويه مسكه، شويه فانيلا، شويه مطيبات وعطره. هذا الشيء عطره هي عباره عن ورقه بالحديقه بتكون وبتعطي طعم كثير طيبه، بضيفوها للحلويات يلي اكثر شيء فيها حليب او لبن. هلا هون عندي الرز بالحليب بلش شوي ياخذ بعضه، يعني الحليب مع الرز بلشوا يتكامشوا. بهالوقت رح انا نكه بماء الزهر وارجع نكه بكوب من القطر، بس طبعا هذا الشيء ما بيغني عن السكر، فرح ضيف كوب كبير من السكر كرمال يدوب قبل ما يشد الحليب. هلا السكر مع الحليب مع الارز بتركهم ليشدوا كثير منيح. بهالوقت بدنا نحكي شوي عن عصير المانجا. يعني مستحيل تروح يا محمد على مصر وما تذوق المانجا. هي الدولة الأكبر يعني إنتاجا للمانجا بالعالم، صحيح، هي أكثر دولة تنتج المانجا. فهيدي المانجا المصرية، في مانجا حامضة وفي مانجا حلوة، وطبعا إلها موسم، إلها موسم كثير دائما ببداية فصل الصيف. أكيد عنا أصلا بالمناطق اللبنانية بنبلش نشوف على الطرقات المانجا على العربيات وبلش سعرها يرخص. هلا في كثير طرق لتخزين المانجا. هون المانجا لازم تكون طبعا قطره من هيك، انا قطعتها لانه بدها كثير وقت، قطعتها نقعتها بشويه سكر وطبعا ضفت لها مي وخفقتها بالخفاقه. وهلا رح نجهز افطارنا، يعني رح ضيف المانجا ورح جيب لرز بحليب لحتى نسكب. يمكن الاستغناء عن السكر شافها، ما ضروري اكيد، لانه هي اصلا فيها يعني هي حلوه، الفاكهه الحلوه جدا يعني. صح، هي مانجا حلوه. هلا انا رح اخذ بس هيدا الصحن، وهودي بدنا نحكي شوي عن القلوبات اللي بدنا نزين فيها رز بالحليب او رز باللبن. طبعا الرز المعمر هو مثل ما قلت لك محمد بحطوه بالفرن كرمال يتأمر من فوق ويعطيني الكراميل. هلا هون لنشوف شو بلش يغلي عندي، بلش يسمك، نرجع منضيف باقي الرز. يعني اول مره منضيف اول مرحله لتكمش، برجع بضيف ثاني مرحله، بدنا اياهم يتشربوا كثير منيح. يعني منضيف الارز على مرحلتين، ومثل ما قلت لكم اذا كان الارز مش مستوي منصير يعني مثل طريقه الريزوتو، بس الريزوتو المصريه، بصير نضيف شوي شوي ليشرب الحليب، شوي شوي ليشرب الحليب ويسمك. هلا عندي الارز باللبن او رز بحليب بلش يسمك. شو منضيف له لرز بحليب؟ قلوبات. اول شغله منضيف له الفستق الحلبي، يعني هو اساسي بالوصفه. الزبيب هي اساسي بالوصفه. زهر الليمون هو بس ليعطيها لون، انا حبيت اليوم زين بالورد لانه بتعطي جمال للوصفه، وحطيت حبيت احط كم حبه تمر لانه شهر رمضان. فخليني بس جهز التمرات. هون عندي النار كانت شوي قويه، بدنا ننتبه لانه اذا لطع الحليب وعطى طعمه حروقه خلص يعني بتنتزع الوصفه. فهون اول ما يغلي منخفف تحته وبنتركه على نار هاديه يستوي. اصلا فورانه دليل على انه غلى. صح، خلينا نشيل كرمال ما يعطي ريحه حريق لانه
بتعشق اللبن، الحليب لما يحترق ولو ما كانت هي محروقة بتعشق ريحة اللبن، فدايما بدنا ننتبه. هلأ هون تقريبا صارت جاهزة، رح أتركها شوي لحتى تبرد، لأنه لما تبرد النشا اللي بقلب الرز بيرتاح وبيكمش. هلأ إذا انتبهتوا لوصفتي لكل الستات يلي عم بيتابعوا بينتبهوا أنه نحنا ما حطينا نشا، فبليز الرز بحليب مستحيل كان بلبنان ولا بالخليج ولا بمصر ما بينحط له نشا، بيعتمد على النشا اللي موجود بقلب حبة الرز، حتى لو شفتوه رخو شوي بعد شوي لما يرتاح ويبرد لحاله بيكمش. هلأ بدنا مثل ما شايفين نقدم طبقنا، من بعد ما نزينه بالطبق بالتمر الرمضاني، أول شغلة رح شيل مثل ما قلت لكم لما يبرد بيرجع بيكمش، ونحن ما بدنا اياه كثير سميك، بدنا اياه كريمي يعني مثل المهلبيه. وكثير طيب عن جد، انا دقته بمصر ودقته بلبنان، يعني بلبنان طريقه بمصر طريقه. هلا رح نزيد القلوبات الورد الزبيب طبعا التمر. وصفة هينة واقتصادية وطيبة، وبالصيفية إذا حطيناها بالبراد وقت أطول بتبورد، بالشتاء طيبة وبالصيف طيبة. لليوم كانوا وصفاتنا المطبخ المصري، بحب وجه تحية لأهل مصر جميعا، وإن شاء الله أكون قدمت مطبخهم بالطريقة اللازمة. هلأ رح هلا هذا الورد يمكن سؤالي شوي غريب، ايه؟ بس هل هو لازم ينشال لما واحد بده ياكل الطبق، ولا في نوع من الورد ممكن يكون قاتل؟ هذا الورد اللي بنقدر نعمل منه نحن ماء الورد، آه. وطبعا مغسل ومعقم. هلا في نحن وصغار كنا ناكل ورد، انت ما كنت تاكل ورد؟ انا ولا مره عملها صراحه، بس بعرف بعرف انه في نوع من الورود هو يؤكل يعني، ايه. عندي هالمعلومه. لا هيدا مش سألت. ورد الفالونتان، آه. هيدا ورد هيدا ورد للاكل يعني. طبعا شو رايك بهيدا؟ ما بتقلي مش ملوكي، منظره لحاله بكفي. ايه ما بتقلي مش ملوكي، منظره لحاله بكفي يعني. مع الحلو بدنا نتشكر هالفقره الحلوه. شكرا لك رمضان كريم. اكيد علينا وعليك. الان سنذهب سويا الى ختام الحلقه مع الحكواتي المبدع دائما خالد النعنع وسحر الحكايه. صباح الخير. صباح خالد، كيفك؟ الحمد لله. يا هلا. شو رح تقدم لنا اليوم؟ اليوم حكايتنا بتحكي عن أسد. هالأسد كان هو والنمر والذئب والثعلب تجمعوا لحتى لي يعملوا حل للصيد. الصيد صار صعب، الغابة كبيرة والحيوانات سريعة، واحد لحاله صعب يتصيد. عشان هيك الأسد اقترح عليهم إنه ينزلوا الأربعة مع بعض ويحاوطوا أي قطيع موجود بالغابة، وساعتها الصيد أسهل وأكثر. وفعلا هيك بصير، الذئب بتوجه غرب، تاني شرق، شمال، جنوب، بحاوطوا قطيع من الغزلان وبيهجموا عليهم وبيسكروا عليهم. هالغزلان بتحاول تهرب من ميل، بتلاقي الأسد من ميل الثعلب من ميل الذئب ومن ميل النمر. وبهاليوم بيصطادوا صيد كبير كتير وبيجمعوهم كلهم بالنص. الأسد بيقرب عند الحيوانات وبيقول لهم الصيد اليوم غير العادي، تفضل يا نمر قسمهم بيناتنا. النمر بيقول له بسيطة، نحن أربعة منقسم على أربعة أقسام وكل واحد فينا بياخد قسم. الأسد بيطلع فيه هيك بيعلي إيده وبضربة وحدة بيرميه بالأرض بلا ولا نفس. الاثنين بيطلعوا بالأسد بس ما بيحكوا، بيتوجه نحو الذئب وبيقول له تفضل انت برأيك كيف لازم نتقسم؟ قال له يا جلالة الملك ما بيصير نحن ناخد قدك، حنقسمهم قسمين، قسم بياخده جلالتك والقسم الثاني باسمه بينه وبين الثعلب. الأسد بيرفع ايده مرة تانية وبضربة وحدة بيرمي الذئب بالأرض. الثعلب بيشوف اللي عم بيصير بس بيسكت.
الأسد بيقول له تفضل أنت شو رأيك الاسم العادلة؟ بيقول له واضحة يا جلالة الملك، من قسمهم لثلاثة أقسام. الأسد بيرفع دول لحظة ما خليتني كفي، أول اسم لفطور حضرتك، تاني اسم لغدا جلالتك، وتالت اسم لعشا فخامتك. الأسد بيضحك وبيقول له لك يا ثعلب منين جايب هالحكمة والذكاء؟ قال له يا جلالة الملك من اثنين اللي رميتهم قبلي. يفتخر بحاله الأسد بيقول له تعا ساعدني خلينا ناخد هالغنيمة على البيت. بيحملوا الفرايس وبيروحوا باتجاه بيت الأسد. الأسد ماشي قدام الثعلب ما بينتبه لجورة غميقة كتير بيوقع فيها. الثعلب بيقرب عليه هيك وبيطلع من فوق. الأسد بيقول له طلعني طلعني. بيبتسم الثعلب بيقول له طلعني وقلك نص الصيد. بسمته بتكبر. طلعني وقلك كل الصيد. ساعتها بيضحك كتير الثعلب وبيقول له يا جلالة الملك المرة الماضية وثقنا فيك، هالمرة ما رح نوثق فيك لأنك نسيت إنه الظالم مهما كبر وقوي إلا ما يجي يوم ويوقع، بس ساعتها ما رح لاقي حدا لا يطلعه ولا يلمه. وهيدي حكاية حكيتها وبعبكن خبيتها. يعني جميلة هالحكاية. أولا لها عبرة كبيرة، لها عبرات يعني. هي صحيح. بتحكي عن الجشع وبتحكي عن ملك ظالم والظلم. يعني ربما صحيح. قريبة من يعني حياة الكثيرين. طيب تشبه أصلا سادة الحكم اليوم. خالد سؤالي لك، من أين تستوحي هذا النوع من القصص؟ هذه الحكاية تحديدا مقتبسة من حكاية كليلة ودمنا. بس طبعا كل حكاية بدنا نحن نعدل فيها وندخل فيها نحن أفكارنا وروحنا وواقعنا. بتمضيهم يعني هل أنت هالقصص بحياتك اليومية خاصة مع العائلة، مش بس كشغف أو عمل، لربما بتخوض فيهم مع العائلة كل يوم تحكي قصة مختلفة؟ كل حكاية أنا بحكيها هون بكون حكيها لأولادي قبل بيوم. أها بعد بدي أسألك عن حكاية الأطفال. نحن برأينا هون بك تعدل هيك، نحن برأينا هيدي بلاها هيدي زيدة. أحيانا بيكون معهم حق لأنه دايما الحكواتي بياخد ذوق جمهوره. وبيعدل بحكاياته طبقا للآراء اللي بيسمعها. جميل جدا، موهبة يتورثها الأجيال. صحيح. أكيد وهي جميلة أن تورثها. أكيد ما نشكرك خالد. شكرا لك كثير خالد. والآن دعنا نتوقف مع الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا، ولكن قبل أولا مشاهدينا دعونا نودعكم بسلام. نتمنى لكم أن تكونوا بخير وأن تلزموا منازلكم دائما. سنختم الحلقة مع وقفة موسيقية. صحيح، أنا هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه، ولكن مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة. إلزموا منازلكم واحضروا كل برامج التلفزيون العربي دائما. إلى اللقاء.